يعني أرد عليك بكلامك، أنت قلت هناك دائما مصل ممدود لهذه الدولة وبالتالي هي من تمدها، ولكن أتحدث عن منطقة عربية، يعني خاماتها فيها، خيراتها فيها، كيف يمكن أن تنعم بالازدهار الاقتصادي في ظل وجود بعض من يا سيدتي تفضل. التطور التقني نعم. والعلمي والاختراعات التي جاءت في كل العالم جاءت من الصناعات الحربية ومن مراكز الأبحاث الحربية، بما فيها الإنترنت اخترع في وزارة الدفاع الأمريكية. أنا بقول كل ما سكر عليك باب تفتحي لك شباك. ليس هنالك مبرر من أن ننتظر السلام ليحقق لنا الازدهار. وأنا دائما بعطي مثال، أيضا اتفاقية السلام مع الأردن ومصر، هل حصل ازدهار بعد توقيعها؟ أنا لم أرى الازدهار، وكانت كل الناس تتسنى ويحكون أنه بدها تشتي فلوس. أنا لم أكن أتوقع ذلك ولا أتوقعه الآن في أي اتفاقية سلام. الازدهار يأتي في السلام وبدون السلام. احنا لا ننادي بعدم السلام، لكن خصمنا لا يريد السلام، لأنه خصمنا لا يعيش، إسرائيل لا تعيش إلا على حالة حرب لتستجدي دعم الدول العالمية الأخرى ولكي تبتز العالم كله بأنها في حالة حرب. ولكن خلينا نفترض أنه حالة حرب، طب ما أنا إذا أقمت صناعات حربية وصناعات، ما تكلمش أنا عن صناعات نووية، لما يكون عندك صناعات في مجال الصناعات الحربية ينتج عنها كل الاختراعات كما حصل في الخارج. ألمانيا كيف ازدهرت بعد أن دمرت؟ دمرت كاملة وحصل الازدهار. ما حصل الازدهار بسبب اتفاقية سلام أبدا. يعني هل هذا ينطبق على دول الخليج التي عانت من حربين، حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، وبنفس الوقت يعني شهدت انتعاش اقتصادي؟ ألم تشهد انتعاش اقتصادي بعد الحرب؟ نعم. بينما اللي وقعوا اتفاقية سلام مع إسرائيل لم يشهدوا انتعاش اقتصادي. أنا لا أريد هذه الكذبة اللي يظلوا يسوقوها علينا بأنه ما في ازدهار ولا في اقتصاد ولا في تقدم اللي زعملتوا سلام مع إسرائيل. لا يا ستي، السلام مع إسرائيل لا يجلب الازدهار. إسرائيل تريد من خلال السلام أن تقضي على اقتصادنا، وكل ما تريده في هذه المرحلة من هذه المسرحية اللي عم تجري الآن هو أنها تدرك أكثر مما نحن ندرك مع الأسف. إسرائيل تدرك، وأمريكا طبعا فوقنا كلنا لأن هي العالم بكل الأمور بعده سبحانه وتعالى في كل ما يجري في الدنيا، تدرك بأن هذه المنطقة فيها ثروات قادمة وأموال وازدهار غير معروف بالتاريخ، لم يعرف مثله، وإسرائيل تريد أن تكون جزءا من هذا فقط. الآن الصحوة والتحرك السريعة هاي مش لأنه والله بده بآخر حياته يعمل انتصار، مش رح يعمل انتصار، وهو يعرف أننا نعمل انتصار، أمريكا لن تعمل انتصار، وليس لأنه يريد أن يغطي على حرب العراق، لن يغطي لأنه حرب العراق منفصلة عن أي عمل آخر، وسيستمر البحث فيها داخل أمريكا وخارجها كموضوع مستقل عن اتفاقيات السلام مع إسرائيل. المطلوب الآن هو كيف تأخذ إسرائيل الحصة وتدير هذا الاقتصاد، لأن الثروات اللي رح تطلع من المنطقة والأموال ستصبح خطرا في أنها ستشتري وتستثمر في مؤسسات يخشون أن تنتقل فيها إلى السيطرة العربية، فبالتالي يجب أن تكون هذه السيطرة من خلال إدارة وإشراف إسرائيلي، وهذا ما يخوفني. طالما أن نحن لم نسمح لإسرائيل بأن تدخل في اقتصادنا يعملوا معها 1000 اتفاقية سلام. اتفاقية السلام بتقول إنه ما بدناش نحارب بعض، معلش، ولكنها لن تستطيع أن تفرض عليك أن تتعاملي مع إسرائيل، لأنه كما لها الخيار هي أن تتعامل معك أو لا تتعامل، كمان أنا لي الخيار أن أتعامل معه وأن لا أتعامل. يعني أنت ترى أيضا في المرحلة القادمة هناك نمو سريع، هل ترى أننا مؤهلين في المنطقة العربية لدخول هذا النمو السريع؟ ما فيش مشكلة في تأهيل، هذه كمان ماذا نحتاج؟ هذه كمان من الأشياء اللي سوف يعني علينا، إنه الوطن العربي مش قادر على الاستيعاب، والوطن العربي غير مؤهل. مين؟ مع أن بنوك وصلت إلى المرحلة الأولى من بنوك العالم، عندنا شركات عقارية وصلت إلى المرحلة الأولى من شركات العالم، عندنا مؤسسات اقتصادية وصلت إلى قمة العالم، عندنا مؤسسات علمية متفوقة على مؤسسات العالم. مش فاهم يعني لما بيجوا يقولوا إنه إحنا مش مؤهلين ونحن مش قادرين على الاستيعاب الاقتصادي النمو ومش قادرين على مش مين قال الحكي؟ نحن نقدم مشورة للعالم، المهنيين والكفاءات العربية ليست معادلة للعالم بل متفوقة. يعني وهذه الثقة هل هي ثقة بالتاريخ العربي أم هي ثقة الواقع؟ أنا أتكلم عن الواقع. نعم. العربي. أنا أؤمن بأن هذه أمة
وأنا مش هخترع مني هذه خير أمة أخرجت للناس.